عدنا إليكم مشاهدينا ومرحبا مرة أخرى. سي طارق البعيش في الجزء الثاني من هذا اللقاء معك، شكرا يعني على المعلومات اللي تقدمها لنا. كتبت جريدة الانديبندنت العربية، قالت أن الطبقة السياسية في الجزائر بما فيها المعارضة بحالة سكون بين قوسين غير معهودة. لقد تراجع معظم أو دور معظم الأحزاب، فانحصر أداء بعضها في إصدار بيانات في فترات معينة ومتقطعة، فيما باتت أخرى في خانة المنسية. إذن ما هو الواقع السياسي في الجزائر؟ يعني هذا الكلام مطابق 100% لقناعتي. فيه ركود، فيه جفاف، مش ركود، جفاف سياسي في الجزائر. سواء من باكي يقول المعارضة، الآخرين مش عاكيش تسميهم، نقولوا الموالاة. لكن موالاة بدون حكم. حتى هما راهم يعانيوا نفس الشيء. يعني وهل تصلح المعارضة والموالاة؟ يعني المعارضة أكيد في السياسة فيه 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 سلطة وفيه معارضة. ولكن الموالاة، ماذا نقصد بالموالاة؟ يعني حزب سياسي يوالي سلطة أو يوالي يعني. على الأقل يكون مشارك في الحكم، باهي ما يهمناش. أنا نقول لك هذه الأسباب هذه. ولا لعدة أمور. هاد كما قلت لك، هذه العقلية موجودة للأسف الشديد عند السلطة الجزائرية، أنها لا ترى يعني لا ترى يعني ضرورة حتمية لتدعيم المعارضة، ولا على الأقل ما نكونش فكر حصر نظريا، أما ما عطلنا حتى واحد، لكن عمليا ما عندك ما دير. يعني لماذا ما عندك ما دير؟ لأنه إذا كان أنت مش معطل، يعني ما فيش عراقيل أنك تمارس المعارضة إذا كنت معارضة أو تمارس السياسة، يعني لأنك حزب معتمد، ما المانع؟ المانع أولا الهامش نتاع المعارضة محدود. ثانيا اللي يبلغ لك صوتك واللي يبلغ الأفكار نتاعك ما كانش كذلك في الجزائر. أنا اتصلوا بي عدة قنوات يطلبوا لي باش نجي في لقاء. صح. قال انا نجي في لقاء، واش انا واش نقول انت واش تقول؟ كصحافي ولا في قناه ما نلومش عليك انا، انت راك خدام. لكن كي جينا عندي واش نقول؟ انا نهضر، هاي ترى انت تسمح بتمرير ما اقوله ولا لا؟ ما يقدرش. باش نجي نلعب معك دور الاملاه ما نجيكش، وبالتالي كل واحد يجبد روحه. الصحفيين عندي يسلكوا في راسهم حتى هما، لان الامور ضايقه، اصبح اللي يغلط غلطه يغلقوا له. ثانيا انا قلت لك في التقييم اللي درناه، يعني نتلاقاو مع المجموعه تاعنا الاحزاب اللي تطرح لي. ثانيا كذلك الجانب المادي، يعني مصيبه كبيره الاحزاب. الاحزاب هذه اللي نشات في 2012 لازم تعرف باللي كلها ماشيه على حساب المناضلين تاعها. ثانيا تروح تطلب مثلا تنظم موضوع وتطلب اي قاع، مش بالسهوله باش تتحصل على، يعني يصبح فيه تضييق للاسف الشديد. تحس انه في تضييق على العمل السياسي. وهذا التضييق هل تقصد يعني في المرحله اللي سابقه ام تقصد في المرحله الحاليه؟ حتى المرحله الحاليه الان كل شيء جامد الان، حتى المرحله الحاليه. الا تعتقد يعني انه بعد 2019 بعد الحراك الشعب اصبح يعني عازف من الاحزاب، يعني اصبح لهذا الاحزاب يعني ما عادتش، وحنا شفنا يعني في الحراك انه كان الشعب يعني بدون تأطير حزبي كذا. هل طبعا ربما الشعب في حد ذاته ما عادش يثق بين قوسين اذا كان صح. الشعب اسمع، الشعب انا معاك. ثانيا انا تكلمت قبيل على قانون الانتخابات اللي زاد عطل وفشل، لان انا مثلا في الحزب نتاعي دائما اناشد الشباب. لكن كي تجي قانون الانتخابات، انت شاب يترشح في قائمه حره تعطيه 30 مليون سنتيم، والشاب يترشح في قائمه الحزب ما عندوش، وبالتالي الناس كامل فرط. يقول لك واش يجي ندير عليها يا خويا؟ قدوا تخلصنا الانتخابات ننظموا قائمه حره حنا في 15 ولا 20، 30 مليون لكل واحد نديهم نصرفوا، وقع كيما تشغيل الشباب. وهذه حتى تتنافى مع الدستور نفسه. شاب في حزب والحزب بدون تمويل، والشاب في قائمه، معناه واش هو هذا؟ هو تشجيع على عدم التعاطي في السياسه ومع الاحزاب. هذا هو التفسير المباشر. وبالتالي تكعست الامور. نفس الشيء كما قلت، الشعب خرج في 2019 رفع رايه كبيره
وطموح كبير، من بعد يلقى روحه رجع يعني في نفس المكان، حتى وين كان باهي على كل وعود مفتوحه للمستقبل وفيه اراده وفيه كذا تاع سيدي رئيس الجمهوريه، لكن الامور ما مشاتش كما كان ينتظرها الشعب الجزائري. 2019 كانت باش تاتي بالجديد الحقيقي للجزائر، كانت باش تنهي مع العصابات حقيقيا. ولهذا احنا نشوفوا ربما كاين فيه برلماني في البرلمان الحالي من حزب جبهه التحرير الوطني قال المعارضه بكل اطيافها تنشط من دون حواجز، سواء داخل البرلمان، واعطى امثله بمجموعه احزاب، قال مثل كذا حزب مجتمع السلم، الجبهه، القوى الاشتراكيه، العمال، تجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه الى اخره. قال وعليه اظن يعني هذا البرلماني اظن ان هناك ضعفا في الممارسه وليس صمتا. وفي السابق قبل هذا كانوا ضعاف، ما كانوش ضعاف. المعارضه الجزائريه وصلت لدرجه القمه في التعاطي السياسي. نتذكر من 2012 2016 2014 حتى 2019. والتقارير اللي كنا نقدموها دائما كانت ادق واصح من التقارير اللي قدمها الحكومات انذاك. وكانت معارضه في القمه وقدمت بدائل، لقاء مازافرون قليل، لقاء زيرالدا قليل، ولكن السلطه غلقه ما عادش تسمع المعارضه، وبالتالي تفشلك يعني تفشل. مبادره رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون تحت عنوان لم الشمل يعني اللي نشطت الحياه السياسيه، يعني كيفاش انتم شفتوا في هذه المبادره؟ انا الوقت اللي تطرح العنوان هذا كنت سالت يعني، انا تلقيت مع السيد الرئيس في هذا في المومو هذيك، وشخصيا ما كنتش فاهم لم الشمل، واش من الشمل اللي تلم؟ لم الشمل الشعب الجزائري من موم. الوقت هذاك طرحت واحد الفكره انه اطلاق المساجين كامل والتصالح والمصارعه وكذا وكذا وكذا. يعني كانت اقتراحات من اطراف سياسيه، كل واحد يعني عنده الحق انه يشوف تصور ويطرح اقتراح. صح، عن حقك باش تطرح، لكن الخلفيه تدرسها كذلك وش هو ما ينتج عنها. مش ممكن ابدا اليوم انت تقول انت تتكلم من الشعب، معناه فيه انقسام الشعب، ما فيهش انقسام الشعب. كاين الشعب الجزائري كامل يختلفوا في اشياء كثيره، لكن متفقين على المبادئ العامه، متفقين على بناء الدوله الوطنيه والشعارات اللي حملتها 2019 ما كانش قوه تقدر تكون في ذلك المستوى. الشعب يعني وصل لدرجه، انا بالنسبه لي مولوع من 2019 من شبهه بعد ثوره نوفمبر 54. شعب حضاري واعي فاهم وسبق يعني تجاوز السلطه نتاعو ب 100 سنه. شعارات، انا كنت نروح نقرا غير شعارات اللي يجوا بها الشباب، شعارات رونق، وعاودوا فهموا واش مفهوم الدوله الوطنيه يا ناس. اذا ما عرفتوش واش الدوله الوطنيه، ها واش رانا نقول لكم احنا، ها واش لازم تبنيو، هاي الدوله كيفاش تكون، هاي البلاد كيفاش تكون. عطاو خارطه الطريق للسلطه. وهل تؤيدون برنامج رئيس الجمهوريه الاصلاحي اللي راه يقوم به؟ انا مؤيد الاصلاحات، الاصلاحات اللي قايم بها، ومادا بيا يافونسي اكثر. الاصلاحات انا مؤيد الاصلاحات اللي قايم بها. هل ستكون مرشح للانتخابات الرئاسيه القادمه؟ هذا سابق لاوانه، لان الظروف مش واضحه، وانا قلت لك احنا ما زلنا نتبعوا في الاحداث، مازال الامور ماهيش واضحه، وبالتالي مش وقت اللي باش نقول الظروف. مازال ما فكرتوش فيها؟ مازال. نعم. كنتم من مؤسسي حزب جبهة التجمع الوطني الديمقراطي في 26 فبراير 1997 هكذا، بعد ما كنت الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء. قيل عنه ذلك الحزب أنه حزب السلطة آنذاك، وفاز ب 156 مقعد من أصل 380 مقعد، الأمر الذي أثار بعض الاتهامات شملت وقالت الأحزاب أنه حزب الإدارة، حزب ولد بشنباته كما قالوا، او حزب اللي ذكروه ولد يعني بشلاغمه كما يقولوا. وش وانتم سيادتكم كنتم من مؤسسي هذا الحزب، يعني هذا الكلام اللي قيل انذاك وقيل فيما بعد صحيح؟ وانا الان مانيش من عام تاع، لا نحن نتكلم، لا يعني لا 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 نتكلم براحه يعني، أبي اكيد اكلم براحه، ولكن نتكلم على المرحله اللي كنت فيها. بارك الله فيك. صح، اولا تاسيس هذا الحزب جاء بعد قرار تاع السيد رئيس الجمهوريه سيدي يمين زروال باش يرجع للرجوع للشرعيه،
واقر بتنظيم انتخابات رئاسيه في 95 نوفمبر 95. اذا احنا فكرنا كامل قال باش راح نواجهوا الان جبهه التحرير الوطني وحدها لا تكفي وكانت مكسره. وكان عبد الحميد مهري رحمه الله مواقفه يعني واضحه من هذا الوضع. اذا لابد من التفكير في عمل في حزب سياسي اللي نقدر ندخلوا به له. والحزب هذا تاسس من المنظمات الوطنيه الكبرى في الجزائر. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى انا الان الحزب راه ما يهمش. انا اقول لك الذي انعش الديمقراطيه وانعش النقاش في الجزائر هو التجمع الوطني الديمقراطي. انذاك. انذاك. بحيث يكفيك مناقشه الوضع الامني في الجزائر كان من خطوط الحمراء من محرمات. شكون اللي بدر به؟ بدر به الارندي. احنا اللي بدينا نجمعوا في التوقيعات. ولا نشوف الرقم نتاع اللي سنيت عليه رقم 83. وطلبنا فتح مناقشه حول الوضع الامني في الجزائر، لان الوقت هذاك اوروبا غلق علينا، السؤال مطروح من يقتل من؟ وبالتالي تقريبا سقطت الامور قعدنا محاصرين، قلنا لابد من رفع هذا الحصار. انا شخصيا عشت هذه المرحله بكل عقبتها ومرارتها. على تنظيم هذا اللقاء سواء مع الزروال ولا مع بتشين الله يرحمه. وقررنا وحددنا المناقشه وحتى كانوا رافضين باش تكون في المباشر التلفزيون. قال اذا كان ما كانش تلفزيون واش نديروا احنا بها؟ وهكاك وهبطنا و 72 ساعه والبرلمان يترك وبرلمان اول برلمان تعددي. اول برلمان تعددي لانه جاء بعد قانون بعد الدستور بعد الدستور 96 ايه. نعم اول برلمان تعددي وكانوا خايفين يعني السلطه كانت خايفه من المعارضه اللي موجوده. المعارضه كانت قويه الوقت هذاك بالعمي كي نظر لك انت واحد من لفافاس يهضر ولا من عمان ولا من النهضه ولا من كذا ولا من حمص. يعني ما قيل على الارندي انذاك هو بهتان؟ لا غلطين. انا عندي شوف المؤتمر الاول لانتخبت فيها من عام قلت كلمه مسجله ومؤمنه ما نقولش حاجه ما نمش بها والله ما نقولها. وعمري ما قريت خطاب مكتوب من عند صف مرتين في حياتي. كل شيء انا نكتبه. التدخل تاعي في الذي انتخبت من عام الوقت هذاك اكدت على اساس بان الار ان دي هو الحزب اللي يقود الجزائر في القرن 21 وكنت على ثقه وعلى قناعه باللي هذا الحزب يقود الجزائر. لكن للاسف الشديد يعني وما اسباب الاطاحه بك ان صح التعبير فيما بعد؟ اسباب الاطاحه بي انا ما مشيتش في الخيار اللي دارته السلطه. اي خيار؟ خيار تاع عبد العزيز بوتفليقه. مش كشخص للتاريخ انا ما وقفتش ضده. انا وقف ضد الطريقه. انا قال حزب يمثل 40% من الساحه السياسيه 156 نائب كما قلت 80 عضو مجلس امه 1100 بلديه ار ان دي 8000 منتخب محلي ما يقدمش مرشح. معنى انا نقتل الديمقراطيه وانا نفتحك بين قوسين انا رجل ديمقراطي اؤمن ايمان قوي انه لا حل في الجزائر الا بالديمقراطيه. وبالتالي انا دفعت عن الخيار مش على ما كنتش ضد عبد العزيز بوتفليقه. الخيار ما عجبنيش ما مشيتش. وبالتالي نحاول الاجتماع تاع 26 جنوبي. نعم. الان لكم في البرلمان نواب في مجلس الامه نائبين كذلك في البلديات. هل استطعتم ان تقدموا شيئا للناس اللي انتخبوا عليكم يعني للشعب يعني وش هو بمعنى ما هي الحصيله الان بعد تقريبا 3 سنوات ما هي الحصيله؟ اولا على مستوى البرلمان صوتين ما تقدرش تاثر في الاغلبيه اللي موجوده لكن مشاركين بكل القناعات نتاعو في كل التدخلات. بالنسبه للمحليات نفس الشيء كاين وين كان عندي يعني العدد اللي يكونوا كادرين. شحال عندكم في المحليات؟ نعم المحليات كاين حوالي 370 واحد وكاين رئيس مجلس ولايه على كل تاع ابو مرداس راه حزب الفجر الجديد وكاين فيه منين كاين فيه قوه لحزب الفجر الجديد فرض المشروع نتاعو والبرنامج نتاعو مشى وحنا اللي المشروع نتاعنا اللي صالح حتى كاين اشياء كانت يعني تمارس قديما والغوها على اساس خدمه المصلحه العامه خدمه الشعب واش خدمه الاشخاص. لكن رغم هذا دائما الامور تخضع للاغلبيه
حنا تاعنا يشاركوا في البلديات، يشاركوا بالاراء تاعهم بالاقتراحات تاعهم، ويحاولوا يمروا بعض الامور يعني اللي تكون تطابق مع برنامج الحزب. لكن العمل راك شايفه في البلديات كيفاش يتسموا والولايات، ما عندناش هو اللي نقدروا نفرضوا بها. ربما في الاخير انتم درتم الان نشوفوا يعني الاحداث اللي راهي تحدث والحرب على غزه، يعني هذا الحرب الشنعاء والاجرام هذا اللي راهو على الشعب غزه والشعب الفلسطيني بصفه عامه. كاحزاب انتم درتم مبادره او حبيتوا ديروا مبادره اللي هي اعتقد تيليتون من اجل جمع الاموال وجمع يعني اشياء باش تبرعوا بها الى غزه. هذه المبادره وين وصلت؟ هل استطعتم انكم يعني توصلوا الرساله باش ديروا التيليتون هذا، ام انكم يعني ما قدرتوش توصلوا، او ربما مانيش عارف اين يعني وين وصلتوا الان؟ هو اللي احنا شفنا كانت عندنا لقاءات متتاليه كاحزاب مجموعة من الأحزاب ودرست بيانات متتالية كذلك، لكن وصلنا في مرحلة قال احنا الآن البيانات ما بقاتش عندنا، للناس يتموت مش الوقت نتاع البيانات والخطب، لابد من العمل على تكريس أشياء عملية من موسى اللي يستفادوا منها الإخوة. درنا اللقاء الأخير يعني في زيرودا، وكانت يعني المخرجات نتاع الندوة اللي درناها مخرجات مهمة، قضية تخصنا احنا مثلا باش نقوم بها، وقضية كذلك تخص الحكومة، يعني كاين شيء احنا ما نقدرش نقوموا بها. يعني ومن لبى الدعوة؟ هل الأحزاب جمعيات؟ الأحزاب، احنا درناها للأحزاب. الأحزاب، يعني ما كانش المجتمع المدني. ما كانش، درناها للأحزاب. بعثنا يعني المخرجات تاع الندوة رئاسة الجمهورية وزارة الخارجية طالبين منهم انهم حتى يعني الحكومة ترفع كذلك الدعم تاعها بالنسبة للقضية تاع غزة. ما تبقاش على مستوى برك مثلا مواقف وخطب وكذا، لان كاين اشياء عمليه قادرين نقوموا بها. مثال تاع المساعدات لازم نكثف مادام معبر رفح راه مفتوح، لازم نكثف من المساعدات. كذلك طلبنا احنا هنا مثلا باش ننظموا التليتون، وعطينا له عنوان لاعمار غزه، لاعاده اعمار غزه. يعني حتى في امل كبير نطلقوا على المستقبل باللي غزه يعاد بناها من جديد. لمن قدمتوا هذا المقترح؟ لا قدمناه للحكومه، احنا ما نقدرش نضموا تليتون، الحكومه اللي تقدر تنظموا قنوات كامل باش تجمعهم وتنظموا، الشعب كان مستعد يعني ما لقاش وين يحط. احنا هذا هو اللي تربى فيه مطالب من الاخوه تاع حمص، مطالب بلغوها يعني عن طريقنا للحكومه. قال لي ما لا مثلا وزاره المجاهدين ما تتبناش الشهداء نتاع غزة، مثلا لماذا لا نفتح مثلا استقبال الجرحى والمرضى نتاع غزة، لماذا لا يقام مستشفى الجزائري في غزة. يعني كاين مطالب كثيرة احنا رفعناها للحكومة. على كل رانا ننتظروا في سيد طاهر بن بعيبش، نعود إلى يعني لقائك سنة 2022 مع رئيس الجمهورية. في تصريح لما خرجت ودرت في الفيديو هذاك التصريح، قلتم انكم تطرقتم لنقاط تمس وجهات يعني او جهات معينه، وكان هناك تصورا قدمتموه لرئيس الجمهوريه تفهمه. ماذا كنت تقصد بهذا؟ لانه ما كانش مفهوم هذاك الفيديو يعني او هذه الرساله لي. اولا احنا اللقاء على كل كان لقاء تقريبا مطول، يعني اللقاء الاخير تاع 22 جوان، وتطرقنا لكل القضايا. ولا يخفيكمش انه في الفتره نفسها الحكومه او يعني رئاسه الجمهوريه بادروا بتشكيل لجنه وطنيه لمناقشه قضيه الدعم. كانوا رايحين يبعثوا راسلونا باش نبعثوا الممثلين، لكن فيما بعد توقفت جدت العمليه. في قضية تاع الدعم نفس الشيء، السيد رئيس الجمهورية لديه رؤية واضحة في هذه القضية، وتناقشنا كيف يكون هذا الدعم، وما هي الفئة التي يمس هذا الدعم. يعني بالنسبة لي هو يعني رفع السقف، يعني رفع السقف الدعم، يعني تقريبا 80% من الجزائريين في حاجة إلى دعم. وتناقشنا في الطرق كيف مثلا كيفاش يكون الدعم؟ هل يكون الدعم مباشر وهو احسن طريق للمواطن؟ المواطن عندك بعد تقييم ودراسه وكذا
يتصب لك في الحساب تاعك انت شهريا، وبالتالي يكون فيه دعم. وفي نقطه كذلك اللي ركزنا كذلك على الوقت هذاك بدات تغلى الحب. حد وصل رئيس الجمهوريه يقول لي الشيء اللي كياكلوا الغنم اكثر من اللي كياكلوا الشعب. وين كيفاش يكون بعد الشعب؟ ايه الشعير اللي يعني والبرعة اللي يقول لك الشيء اللي ياكلوه اكثر واللي كيستوردوها. والنقطة الثالثة كما قلت قضية الفلاحة، الفلاحة أنا أرى أنه الفلاحة هي الأساس في الجزائر قبل أي شيء. وتكلمت عليها أنك تشوف الفلاحة هي وأنا منذ يعني الفلاحة بالنسبة لك هي الأم كما جاء هي الأم نعم كما جاء نعم في كتاب ماكسيم غوركي اللي سماها الأم يعني الأرض أرضنا هي الأرض الأرض لين علاش؟ كل شيء يزول كل شيء يريب كل شيء إلا الأرض إلا الأرض نعم. إلا عرفنا نتصرفوا فيها تنظموا الحياة. لان علاش مثلا في الازمات الكبرى وهذا اللي طرحنا في الازمات الكبرى لاي دوله واي شعب عندما تضمن الغذاء والصحه ما تخافش على الشعب تاعك وما تخافش على الدوله انها تقدر تسقط. لكن اذا كان ما كنت ما تملكش الشيء هذا احنا للاسف الشديد احنا الخوف راكبنا احنا رانا مازلنا عايشين على البواخر. انا نضرب مثال الان مثلا روسيا. روسيا عليها ما هبطتش لان كان عندها اكتفاء ذاتي في الدواء والاكل تزيد تحكم حتى 100 سنه والشعب اللي ما يجوعش وكي يمرض يلقى باش يداوي ما تخافش عليه يقدر يصبر معك على امور اخرى الى ما لا نهايه. الشعوب اللي تخاف عليها اللي تكون عايشه يعني بالاستيراد غدوة توقع أزمة عالمية ولا كل واحد يشد نتاعو حتى احنا خلال شهر احنا نحبس نحصلوا ربما هذه هي ربما استراتيجية الدولة والحكومة هي طبعا هي الخروج أو الابتعاد عن هم أدرى هم أدرى بهذا الموضوع بيوصل الاكتفاء الذاتي. مثلا كي نهضروا على الصحراء الرئيس نفس الشيء يتطرق يقول لي احنا 7 ملايين هكتار برك تاع الشمال اللي راهي جاهزة ما كيخدموش فيها 3 ملايين هكتار ماهيش مغطية البك يكون خلاوها يديك فزت. يعني هو الوقت هذاك كيما قلت يشتكي حتى من العصابه ما مخليينهمش يخدموا واقفين في الطريق. علاش مثلا القانون كثير يحتجوا عليه وفيه يعني وقاسي نوعا ما تاع المضاربه توصل تحت 30 سنه توصل 20 سنه هذا علاش رد الفعل ورد الفعل للمضاربين كذلك هي تاريخيا شكون يحطم الدوله والمضاربين المضاربة دخلت الدولة في المضاربة راحت لأنه قدر يحرق حتى الشيء تاعو هو يفضل يحرق ويفسدو من المهم يخلق لك مشكل في البلاد. قلتهم في إحدى التصريحات أن المركزية في اتخاذ القرار هي الإشكالية الأساسية المعطلة لعملية التنمية في البلاد. كيف ذلك؟ أنا هذا كما تكلمتك بالنسبة للمجالس المجلس الشعبي الوطني المجالس المنتخبة. المجالس المنتخبة قلنا احنا باش القرار او المسؤولية تتوزع على الجميع خلي المجالس المحلية هم اللي يقوموا بمعالجة التنمية اللي التنمية وين تبدا؟ تبدا محليا احنا اذا فضينا مشاكل محليا تبقى المشاريع تاع الدولة الكبرى هذيك حاجة أخرى لكن التنمية المحلية هي الأساس اللي نعتمدوا عليه. مثال المجلس الشعبي الولايي هو اللي يوزع الميزانية. المجلس الشعبي الولايي هو اللي يوزع الميزانية ويسليها رئيس المجلس الشعبي الولايي. لكن فيما بعد رئيس المجلس الشعبي الولايي إذا احتاج قرار تاع ما لازم يطلب من الإدارة باش ترقص له باش يجريها. ربما ما تمشيش بالطريقة. يعني هذا هو تصور في سيطرة كبيرة للإدارة. افتح المنتخبين يا خويا تحمل المسؤولية تاعهم. وما تنساش هذا رئيس الجمهورية علم قبل الانتخابات الشرعية. انه سوف يمنح صلاحيه اخرى للمجالس المحليه، معناه يدرك حقيقه هذا الموضوع هذا، واعلن على اعطاء صلاحيات موسعه للمجالس المحليه. هذا هو اذا ترشح رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون الى ولايه ثانيه يعني عهده ثانيه وانتم لم تترشحون او اذا لم تترشحون يعني خطيتوا القرار باللي ما ترشحوش هل ستؤيد او رئيس الجمهوريه في ترشحه هذا اذا ترشح يعني
هو شوف لكل كما يقولوا حدث حديث ولكل مرحلة عند القرارات نتاعها. احنا رانا نتبع على كلين ورانا نتبع في الساحة ونعمل والقرار يكون في وقته ان شاء الله. مؤيدون قلت لبرنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي والاقتصادي. انا قلت انا كنت معارض اللي كنت معاهم. سقيت أيد في برنامج رئيس الجمهورية بدون طلب. شكرا سي طاهر بن بعيبش حضورك برنامج خلف الستار وعلى يعني هذه الصراحة في هذا البرنامج. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام تتبعكم معنا خلف الستار، ألقاكم في عدد آخر، إلى اللقاء.